أسعد الله أوقاتكم مشاهدي الكرام في كل مكان أهلا بكم إلى حلقة جديدة من أضواء الأحداث والذي يأتيكم على الهواء مباشرة من قناة الحوار في لندن وفي العناوين لهذه الحلقة واشنطن وتل أبيب غزل على حساب الفلسطينيين وفي اليمن مسيرات لإطفاء جمرات الحرب الأهلية وفي سوريا جمعة لحماية الديار ليبيا مؤشرات الربع ساعة الأخيرة ما يزال الخطاب الذي ألقاه بنيامين نتنياهو في الكونغرس الأمريكي ما يزال يلقي بظلاله على, المت... على المتابعين لتطورات الملف الفلسطيني وجاءت أحدث ردود الفعل من الجامعة العربية على لسان الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين في الجامعة السفير محمد صبيح والذي قال أن خطاب نتنياهو لا يوجد به أي فرصة لعملية السلام وجاء الخطاب انعكاسا لهذه السياسة التي تعد ابتزازا سياسيا وتعطيلا لعملية السلام على حد وصفه فلسطينيا أيضا جاء القرار المصري بفتح معبر رفح لينهي أربع سنوات من الحصار الذي كان يفرضه نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك إذا نبدأ بهذا الموضوع شأن فلسطين والطورات مع ضيفي في الاستوديو الأستاذ عبد الباري عطوان رئيس تحرير جريدة القدس العربي أستاذ عبد الباري مرحبا بك أهلا وسهلا وأهلا وسهلا ما يزال كما يعني يشير الكثير من العناوين إلى أنه خطاب نتنياهو في الكونغرس ما يزال يعني ما يزال له تداعيات وردود أفعال الرجل يعني صفق له عشرين مرة في الكونغرس أثناء خطابه كان في ترحيب كبير يعني هذه الصورة التي ظهر بها في الكونغرس الأمريكي يعني ماذا تقرأ فيها سعد باري؟ أقرأ فيها أنه في إسرائيليين ما فيش عرب أقرأ فيها أنه يعني إحنا أصبحنا صفر كعرب في المعادلة الدولية وصفر مكعب كفلسطينيين في المعاهدة الإقليمية أو في المعادلة الإقليمية ونتنياهو ببرطع يعني يحقق ما يريد ويفرض نفسه والامريكان غير مهتمين فينا اطلاقا ولا بمشاعرنا الكونغرس ب يعني سواء كانوا الديمقراطيين او الجمهوريين متفقين علينا ومتفقين على دعم نتنياهو يعني انا هؤلاء الناس ذهبوا للتصفيق يعني انا تفوجئت يعني هاي القوة العظمى وبيحكوا ديمقراطية وبيحكوا التعددية وبيحكوا الرأي الآخر لنا ما شفناش شيء ما شفنا مم. شفنا الناس يعني زي الزنبركات طالعين نازلين يسقفوا وستاندينج اوفيشن يعني يعني مم. يعني مسخره والله مم. مسخره يعني انا 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 حزنت على نفسي وحزنت على امتي وحزنت على هويتي انه احنا كعرب يعني لهذه الدرجه عندنا النفط وعندنا المليارات وعندنا حوالي 350 مليون عربي وعندنا كل شيء ولا قيمه لنا يعني, يعني انا دورت على واحد من الكونغرس واحد بس واحد مختلف معنا تانية في اكثر ما بعرف 600 عضو واحد بس واحد ان انه انه ما سقفش او ما وقفش معقوله من 600 فيش واحد يعني ما يقول له والله يا اخي انت قاعد تنزف عمليه السلام انت قاعد بتهدد منطقه الخطر انت قاعد يعني بتنفي حقوق شعب كامل وانت قاعد تنتقد بتخترق الشرعيه الدوليه انت قاعد <applause> تتمزق ميثاق الامم المتحده اطلاقا ابدا كل ابدا واقفين قاعدين <applause> طيب صار كان في ايضا يعني <applause> البعض قال انه يعني هو نتنياهو الرجل يعني حتى في في الكنيسة لا يحظى مثل هذا الدعم م. لكن هذه الصورة يعني تدخلنا إلى الموضوع الذي نود أن نناقش إنه إلى أي مدى يهيمن يعني اللوبي الصهيوني على القرار الأمريكي يعني فيما يتعلق به خاصة قضية م. يعني الشرق الأوسط مش اللوبي الصهيوني اللي مهيمن م. إحنا اللي غايبين م. يعني إحنا اللي مناش قيمة يعني اللوبي الصهيوني لو ادركت الولايات المتحده الامريكيه انه مصالحها مهدده في المنطقه انه في كراهيه لها متزايده انه في ناس بعرضوها بتتغير الصوره ما ما بيكون بهذه الطريقه لكن لانه احنا غايبين فاللوبي الصهيوني مسيطر لانه ما في ما في وجود ولا لنا احترام ولا لنا قرار يعني لو لو هذا الامريكي بيشعر انه برميل النفط قاعد بزيد عليه لما بيعبي سيارته بدل ب 20 بتصير 40 وبدل 40 بتصير ب 80 انه لانه في الوطن العربي او العرب انهم يعني يختلفوا مع السياسه الامريكيه او يعارضوا السياسه الامريكيه، هذا الامريكي بصير يفكر في مصالحه، بيعرف انه مصلحته عندنا، مش مصلحته عند الاسرائيليين اللي قاعدين هم بيخربوا صورته، هم اللي قاعدين بيخترقوا القرارات الدوليه والشرعيه الدوليه وبيرتكبوا مجازر لكن للاسف لانه احنا غايبين كليا ما, حال ما فيش طب يعني لماذا يعني كل هذا <applause> الضغط العربي اكثر من مبادره سلام عربيه وحديث باستمرار عن ضغط من اجل انهاء ملف السلام <applause> ورؤساء عرب بيزوروا <applause> الولايات المتحده الامريكيه يعني هناك ايضا من يقول انه يعني ليس الوضع بهذا السوء يعني ليس لو الصهيوني يسيطر على الولايات المتحده الولايات المتحده مؤسسات يعني تحكم في النهايه وفق مصالحها لماذا يعني كعرب نخفق في فهم يعني المصالح التي تضغط على الولايات المتحدة الأمريكية نحن نخفق لأنه نتنياهو لما تحدث أوباما عن حدود 67 قالوا لا فاضطر اضطر أوباما يتراجع إحنا في عربي في زعيم عربي يقول لأمريكا لا يعني يعني لو احنا احنا يعني احنا فعلا عندنا كرامه وعندنا عزه مهم. نفس بنقول لأوباما اوباما لا بنفعل شيء إن هل شفت رد فعل من اي حكومه عربيه على مهزله نتنياهو في 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 الكونغرس ولا ولا في حدا اعترض انا وانت بنعترض في القنوات شفنا ناطق باسم نعم؟ الجامعه العربيه يعني ادان هذا التصريح <applause> محمد صبيح صبيح قال انه يعني هو عباره عن خطاب عنصري وخطاب مرفوض وخطاب يا متطرف يا سلام طب ليش ما حكى الامين العام للجامعه العربيه؟ ليش ما حكى وزراء الخارجيه العرب؟ ليه يعني احنا ما خرب بيتنا الا مبادره السلام العربيه هاي انه انه احنا متمسكين بمبادره السلام العربي انه مبادره مبادره السلام العربية على الطاوله انه احنا نقنع اسرائيل بمبادره السلام العربي احنا لازم نقنع الشعب اليهودي في اسرائيل بمبادره السلام العربي احنا لازم نعلن عن مبادره السلام العربي احنا لازم نتمسك هاي تفضل هاي النتيجه 10 10 سنوات من مبادره السلام العربي شوف وين وصلنا انه نتنياهو حتى يعني يعني آه يعني هزم الرئيس الامريكي في عقر دار يعني اذل الرئيس الامريكي في عقر دار هي المشكله. طيب استاذ الباري ايضا في خطاب نتنياهو هو لم يعني يترك الثورات العربيه جالما او ربيع الثورات العربيه. مهم مهم نتنياهو اشاد بهذا الربيع وقال انه العالم العربي يتحرر وانه هذه الانظمه كانت تحكم انظمه دكتاتوريه، يعني ما الرساله التي ارادها الرجل يعني من خلال هذه الاشاره يعني بالثورات في العالم العربي؟ هو اشاد بالثورات في العالم العربي لانه ما عندوش خيار اخر. لانه هو يريد ان يركب هذه الثورات، يريد ان يظهر نفسه بانه هو مع الديمقراطيه ومع التغيير في الوطن العربي، هو كاذب، هو مش مع التغيير، هو هو كان مع 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 الدكتاتوريات اللي كانت تحكم وكان يدعم هذه الدكتاتوريات، ولما راح القاهره وخطب في في ميدان في جامعه القاهره يعني هل كانت مصر ديمقراطيه يعني لماذا اختار يعني اختار دوله ديكتاتوريه او اختار حكم ديكتاتوري فاسد مرفوض من شعبه ويروح يلقي الخطاب من هناك لو كان هو حريص على الديمقراطيه بيقول لا انا ارفض ان ازور القاهره والقي خطاب في دوله ديكتاتوريه مثلا لكن هم هو يعني منافق في في هذا المساله بس مره ثانيه بقول العيب مش فيه العيب فينا احنا, احنا 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 كعرب اولا كشعوب اولا وحكومات او ما تبقى من هذه الحكومات بس التساؤل يعني هو لماذا الرجل أبو اوباما ظهر ضعيفا لهذه الدرجه يعني خطابه الاول هو لما وجهه للعالم الاسلامي قال انه متمسك بدوله فلسطينيه وانه سيدعم السلام مجرد ما أتجه نتنياهو على البيت الابيض تراجع امام مم. الـ امام الـ يعني المؤتمر الاسرائيلي الايباك او اللجنه الاسرائيليه مم. قال انه لا هو ما قالش عن حدود 67 وانه موافق على تبادل الاراضي ليش لهذه الدرجه الخوف والتراجع لدى اكبر يعني زعيم اكبر بلد في العالم يعني يا اخي الخوف والتراجع مره ثانيه يعني هو انا متاكد اوباما عنده نوايا طيبه مم. انا متاكد واحد زينا اسود واحد من, من من اسمه ابوه اسمه حسين يعني اكيد يعني هذه هذه خلفيته الثقافيه والدينيه يعني اكيد بتشده يقرا على الاقل على المنطقه هذا اللي كان صديق دور سعيد وصديق رشيد الخالدي وصديق ويدرس في جامعه شيكاغو ويدرس في كولومبيا يعني او في هارفارد التقى بناس واكيد يعني عارف وين الظلم اللي واقع علينا بس للاسف يعني هو بالله يعني ايش بيخسر لما ايد اسرائيل ولا شيء ولا شيء يعني عمليا عمليا ايش بيكسب لو 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 يعني ما يعني ما بيكسب شيء اوريدي كسبان بدون ما يأيد الموقف العربي يعني عمليا طيب في لوبي النفط في امريكا احنا لو لوبي النفط هذا مسيطر على شركات النفط لو طب هو المفروض مصالحه عندنا ومصالحه في العالم الثالث مصالحه في افريقيا لو كان احنا عندنا فعاليه بنستخدم لوبي النفط اللي هو اقوى من اللوبي اليهودي بنستخدم لوبي السلاح يا اخي يعني مين بيشتري سلاح من امريكا احنا طب هو في لوبي سلاح اقوى من الايباك مثلا طب لماذا احنا ما عندناش لوبي سلاح ليش تشتري هالاسلحه يعني 60 مليار دولار حتبيع اسلحه للسعوديه امريكا طب هذا اللوبي المستفيد من هاي ليش احنا ما ناثر فيه لانه مش مهتمين بقضيه فلسطين مش مهتمين بالكرامه العربيه مش مهتمين بحقنا الشرعي ما حدش هاي المشكله لو انه شركات النفط بيضغطوا عليها انه اه بدكم عقود بس لازم تايدوا حقنا تايدوا قضايانا لا لانه كل هذه الانظمه مرتبطه بامريكا <applause> لانهم هم بدهم يغضبوا امريكا لما يصير في عندنا قرار مستقل تختلف الصوره يعني الفشل مش للرئيس الامريكي الفشل للدول العربيه والقاده العرب طبعاً. طيب فيما يتعلق استاذ باري بالدولة الفلسطينية وحدود الدولة الفلسطينية على 67، أيضا لم يغب خطاب من خطاب الرجلين أوباما أو نتنياهو عزم الرئيس عباس توجه للأمم المتحدة لإعلان دولة والاعتراف بها من طرف واحد. انتقاد اوباما ونتنياهو لهذه الخطوه الا تدل على انه توجهات الرئيس الفلسطيني توجهات صحيحه توجهات تخدم يعني القضيه الفلسطينيه في هذه المرحله التي يعني تمر بها يعني احنا اصبحنا ضالنا كشعب فلسطيني لا نستنى وناكل ونشرب وننام ونتثاوب حتى سبتمبر حتى نروح على الجمعيه العامه للامم المتحده وناخذ قرار بتاييد الدوله الفلسطينيه هذا اصبح نضالنا هيك إيه بس احنا كشعب فلسطيني بس انه احنا نايمين على ظهورنا ومبسوطين وكل حاجه زيك مستنيين نضالنا حتى نروح في سبتمبر ونخلي هالافارقه وهالاسيويين يصوتوا معنا واخذنا اه اعتراف بالدوله الفلسطينيه وبعدين هذا قمه المنال طب, طب هذا اللي موجود طب شو البدائل, طب يعني شو البدائل يا اخي نقاوم بدائل يا اخي نعمل عصيان مدني بدائل نعمل مظاهرات م. يا شعوب كلها فائرة. طب شا... ثائر على انظمه ديكتاتورية احنا الاولى احنا نثور على على احتلال يا اخي هذه المشكله احنا احنا الاعلام احنا احنا بنخدر الشعب العربي وبنخدر الشعب الفلسطيني للاسف، نحكي صح الان كل دوله فلسطينيه ودل... شوف دوله فلسطينيه يا اخي انا بحكي لك مره للمره مل... 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 المليون يا اخي انا عضو مجلس وطن فلسطيني رقصوا في الجزائر سنه 1988 لاعلان الدوله الفلسطينيه المستقله، وأحللنا دوله فلسطينيه وك... وكذبنا الكذب وصدقناه، واعترف فيها 125 دوله في مم. هذه الدولة الفلسطينية، طيب وين صارت؟ من 88 لليوم احسبها كم سنة، يعني على الأقل يعني 22, -22 سنة 22 سنة طيب وين صارت الدولة؟ طيب بكرة بنروح على الأمم المتحدة وبناخذ قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة بإقامة دولة فلسطينية، وعارضتها أمريكا وعارضتها إسرائيل، وين بدك تطبقها طيب؟ بقول لك والله انتصار كبير، إنه إسرائيل بتصير محتلة دولة معترف فيها من الأمم المتحدة، مطلع... يا أخي صح النوم، يعني هاي المشكلة، يا أخي إحنا بنضحك على بعض وبنضحك على شعبنا <applause> يعني بس لازم يعني شوف زمان زمان لما كنا رجال كفلسطينيين كانوا الامريكان هاي يترجونا نحكي مع الاسرائيليين يترجونا في عرض الله يا اخي اقعدوا مع الاسرائيليين بعدين يقول يا اخي في عرض الله في عرض الله اقبلوا بقرارات الامم المتحده طب وبعدين لما جرجرونا لما اعترفنا بالامم المتحده وجلسنا مع الاسرائيليين وعملنا اتفاقات اوسلو وعملوا لنا سلطه وعملوا لنا مش عارف دوله مهميه يعني الان الان بقول لك لا بديش حتى حدود 67 رافض رافض يعترف يعني فيها ايش يعني رافض حدود 67 يعني بدي يحطك في قفص نتنياهو كيف كيف كان عامل في غزه مثلا نفس القصه بدي يحطك في قفص هو مسؤول على الحدود يعني ما يصيرش لك حدود مع الاردن على الاطلاق يعني لما بدك تمر تروح على الاردن من 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 الضفه للاردن بدك دلوقتي. بدك تمر من عند خلال اسرائيل هو يسمح لك او ما يسمح لك يسكر المعبر او يفتح المعبر زي ما بيعملوا الان جمدوا الاموال اموال الضرائب لهذا المستحقه للسلطه الفلسطينيه اموال السلطه وقفها نتنياهو يعني بكرة بدي هيك بدي خليك تحت صرمايتو <متصفيق> هذا المشكلة إحنا احنا اللي وصلناهم لهي يعني يعني ليش ما يصير عصيان مدني ليش في مظاهره في القاهره اليوم هي في مليون واحد في القاهره على مستوى ليش ما يصير مليون مظاهره في الضفه الغربيه ليش 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 ما يصير ليش نايمين احنا مم. ليش ما يصير مظاهره في غزه كمان ليش ما يصير يعني هذيك المره يعني هذيك اليوم لما لما راحوا على الحدود يا اخي غير رعبوا اسرائيل مم. طب هم ما راحوش على الحدود واخترقوا الجولان واخترقوا الاوراع عند مارون الراس ومعهم ار بي جي ولا معهم صواريخ كاتيوشا ولا معهم راحوا ناس مدنيين عزل اربكوا اسرائيل بحالها طب ليش ليش ما يصير هذا الكلام هذا على مستوى الشعبي لكن على مستوى الرسمي مجرد مع عباس حط ايده بيد خالد مشعل و... ووقع المصالحه وجدت نتنياهو واوباما يعني يهددوه بضروره تمزيق هذه الورقه يعني فقط عقد مصالحه ياتي بهذا الحجم من الضغوط فما بالك لو توجهت السلطه وتوجه القرار السياسي نحو المقاومه أخي توجه يعني. ايش خسرانين احنا احنا ايش خسرانين ما احنا تحت احتلال مم. ايش بصير اكثر بدهم يحتلونا ما احنا تحت احتلال انا لو مطرح عباس لما بيقول لي نتنياهو روح مزق اتفاق المصالحه مع حماس بقول له لا انا بمزق اتفاق اسلو بمزق اتفاقيات اسلو برميها في وجهك لانه انت لم تحترم هذه الاتفاقيات انا لو والله ما اطرح بعمل هيك بقول انت لم تحترم اتفاقيات اسلو فانا مزق تطلب مني امزق اتفاق مصالحه مع اهلي مع اخواني مع شعبي لا هاي, هاي هاي بس احنا ما عندناش للاسف ما عندناش اراده القرار ما عندناش الاراده يعني زي ما حكيت لك يعني طب ما في مظاهرات في اليمن هي كثر خيرهم اهل اليمن حنحكي عنها طيب. صار المظاهرات ثلاث شهور وهي قاعدين بالظهر يوميا جعانين والله جعانين الشعب اليمني لكن عنده كرام طيب احنا ليش ما بالظاهر ليش ما في كل يوم عندنا مظاهره على حاجز قلم؟ كل يوم عندنا مظاهره على حاجز قلم، لما نزعجهم كل يوم عندنا كل مضا... مستوطنه بس تعبوا الانتفاضه الاولى لحد اليوم تعبانين يعني في الضفه الغربيه تعبان يا اخي تعبان؟ ايش تعبان؟ تعب. ارضك هذه وحقك مم. وعرضك يا اخي بدك 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 مم. تطالب بحقك، ما حدش بيسمعك اذا انت ما ما عم طلبت بحقك ما حدا بيسمعك فعمليا العيب فينا مره ثانيه بقول الان احنا مستنيين كل نضال للفلسطيني نروح على الامم المتحده مستنيين هاي يعني كم شهر من اربع شهور اربع شهور نستنى لغايه ما نروح على الامم المتحده واليوم بيحكوا انه في مفاوضات سريه طيب طيب استاذ بارك كان في في ظل الموضوع الفلسطيني كل هاي الاخبار اللي كانت يعني حقيقه مظلمه ويعني آه يعني بتيأس شوية اذا طلعت على الموضوع الفلسطيني وانسداد المبادرات وانسداد عمليه السلام كان في خبر مفرح للفلسطينيين اللي هو مصر الثوره قررت فتح معبر رفح سيتم تطبيق القرار من آه غد يعني من يوم غد السبت هل مصر قادره فعلا على الوقوف وجه الضغوطات الاسرائيليه وتطبيق هذا القرار على الارض والله هذا اللي يعني احنا احنا نتمنى انه مصر هي قررت بنفسها يعني ما حدش ضربها على ايدها وقال لها قرري وهذا موقف ممتاز وموقف محترم وتشكر مصر او الحكومه المصريه انها انها فتحت المعبر بشكل دائم لانه في عندك مليون و الف فلسطيني بيعيشوا في هالقفص اللي اسمه قطاع غزه، يعني من حقهم يطلعوا، من حقهم يتعالجوا، من حقهم يتعلموا، من حقهم يدوروا على فرص عمل برا، من حقهم يتزاوروا، يعني انا يعني يعني انا بحكي لك عن نفسي يعني يعني يعني, يعني بشعر بحزن لما بشوف هالناس هذول محشورين مساكين ويعاملوا بمعامله مهينه جدا، طيب خليهم يطلعوا وهذا تشكر الحكومه المصريه انه قالت هلا هذا فلسطين بداوا يحصدوا ثمار ما بعد نظام الرئيس حسني مبارك طبعاً. هذه اول تغير يعني في طبعاً المنطقه طبعا لانه انه هذا النظام نظام حسني مبارك كان كارثه هذا النظام كان يؤتمر بامر اسرائيل مم. يؤتمر بامر الولايات المتحده الامريكيه ما كانش عندك اي كرامه يعني الشعب المصري كان بيغلي بالكرامه وبيغلي بعزه النفس وبيغلي بالوطنيه وهذا النظام كان ابدا متمسح يعني ما عنده كرامه على الاطلاق نتنياهو بيعمل اللي بده اياه في يهود براك بيعمل اللي بده اياه في اولمرت تسب الابن بتاع الحرب من من مصر على قطاع غزه يعني كان كانت مسخره هذه الثوره عادت لمصر كرامتها عادت لعزتها استقلالها قرارها المستقل غصبا عن إسرائيل الآن فتحوا المعبر تسمع الأنفاق أبدا عمرك سمعت أنا يا أخي أنا متخصص أنفاق أو متخصص كتاب عنفاق يعني حتى الان ما ما فيش ولا كلمه على الانفاق لانه اصبح في الوضع طبيعي تسمع عن الجدار الفولاذي مثلا ما فيش لانه اصبح في وضع طبيعي فمصر هذه الثوره في مصر غيرت كثير وغيرت يعني يعني كانت انعكاس لاراده الشعب المصري وهذا طبيعي انعكس بشكل ايجابي على الفلسطينيين في قطاع غزه فلازم نقول شكرا للسلطات القاهره و... طبعا شكرا للقاهره هذا ولازم, ولازم نش... لا طبعا لأن لازم احنا نكون يعني عارفين بالجميل وليس ناكرين بالجميل احنا لازم نقدر هذا الفضل من من الحكومه المصريه صحيح واجب بس كثر خيرها انها هي استطاعت انه انه تعيد الامور الى الى نصابها الصحيح طيب استاذ هذا ما يتعلق بالملف الفلسطيني دعني ايضا انتقل لملف اخر ملف اليمني ساخن والثوره متواصله ده مشاريع في اليمن كثفت الولايات المتحده وفرنسا من ندائهما والمناشده الرئيس اليمني علي عبد الله صالح لكي يتنحى بعد مقتل عشرات الاشخاص في الاشتباكات المسلحه ميدانيا وايضا ميدانيا عاد الهدوء الى العاصمه صنعاء بعد اشتباكات مسلحه بين انصار الشيخ صادق الاحمر زعيم قبيله حاشد كبرى القبائل اليمنيه وبين انصار الرئيس علي عبد الله صالح راح ضحيتها ما يزيد على 100 شخص وكانت طائرات تابعه لسلاح الجو اليمني قصفت في وقت سابق احياء بالعاصمه اليمنيه صنعاء. اذا اليمن استاذ عبد الباري يبدو الامور تنزلق نحو حرب اهليه هناك. واضح جدا يعني اولا الرئيس اليمني كان حريصا طول الوقت على كسب الوقت يعني يطرحوا له مبادرات يقبل هذه المبادرات يقولوا له تنحى يقول له محاضر بتنحى بس في في اجراءات دستوريه المبادره الخليجيه ادخل عليها اربع تعديلات، كل مره يقول له بس لو نعيل نغير البند هاي، م. طيب يغيروا لي اياه، طيب والله بس لو هذا البند يغير، لا التوقيع مش لازم يكون من الرئيس، لازم يكون من من مثلا رئيس المؤتمر الشعبي له الحزب الحاكم ومن لانه الرئيس مش على مستوى المعارضه، وبعدين قال لك لا لازم يجوا يتوقع على في القصر الجمهوري، طيب لما راحوا اللي هو الزياني عبد اللطيف الزياني اللي هو امين عام مجلس التعاون الخليجي، م -م. احتلوا السفاره الاماراتيه ومنعوه من المغادره هرب بطياره هليكوبتر فكان مم. بيكسب وقت الان خلاص يعني خلصت كل الحيل في جعبه الرئيس اليمني مم. اخر شيء اعلن قال انه المعارضه هي تتحمل الحرب الاهليه اليمنيه لو صارت حرب هو كان بيخطط الى حرب اهليه يمنيه راح قصف منزل الشيخ صادق الاحمر اللي هو ابن الشيخ عبد الله الاحمر الله يرحمه ويحسن اليه مم. فعملين هذا كان مثابه يعني اعلان حرب او تفجير حرب مع طب وكيف كيف سيستفيد سعد الباري يعني إذا هو الرجل ذهب الى حرب اهليه كيف سيستفيد والحرب يعني ستحرق الاخضر واليابس يعني في البلاد خلاص يعني في النهايه يعني ما عادش عنده المبادره الخليجيه جمدت ما فيش اي حل اخر طيب في النهايه ايش بيعمل يعني بدي يعمل حرب وانه في اعتصامات وفي يعني يشكر الشعب اليمني ناس يعني عندهم جلد وعندهم صبر وعندهم عزيمه وعندهم اراده غير عاديه بينزلوا بالشوارع بال الالاف وعلى مدى ثلاث شهور ما تعبوا ابدا ولا كلوا ابدا وصار في بينهم ضحايا وشهداء ما تغير الوضع على الاطلاق ومصرين على انه الرئيس يرحل هذه اراده غير عاديه طيب الان هو اشتبك مع أهل الاحمر أهل الاحمر يعني على درجه كبيره جدا من النفوذ ومن القوه هو هذا الشيخ صادق الاحمر هو شيخ مشايخ او قبائل حاشد حاشد هي أك... اكبر, مم. أكبر, قريبة أكبر قبائل في... قبيله في اليمن مم. طيب المشكله انه في كمان اولاد الشيخ عبد الله الاحمر في حمير اللي كان رئيس مجلس النواب في كمان حميد الاحمر وشاب مثقف جدا وفي كمان حسين الاحمر وهو كمان ايضا كان مع الحزب المؤتمر واستقال فهذول الشباب بشكل كتله يعني مم. وهم يختلفوا عن الشيوخ اليمن في الماضي هذول ناس متعلمين جدا وخاصه حمير وخاصه حميد وخاصه حسين مم. يعني حتى كمان الشيخ صادق يعني على درجه عاليه من الذكاء وعلى درجه عاليه من التعليم مم. يعني مش مش اميين مش يعني شيوخ قبائل الانطباع للاسف عند بعض الناس انه دائما شيوخ القبائل القبليين لا هذا بيجسدوا الجيل الجديد من شيوخ القبائل العلم والثقافه والادب والخلق فهي الان هم بداوا انهم رفعوا الغطاء عن الرئيس علي عبد الله صالح رفعوا الغطاء القبلي عن رئيس علي عبد الله صالح مم. فاصبح هو بدون غطاء قبلي بدون غطاء قبيله حاشد واللي هو علي محسن كمان الاحمر اللي هو شق عنه. انشق عن الرئيس واخذ اللي هو الكتيب الخاصه فيه واصبح الان ب... طيب الرئيس اراد في تقدير اشعال الحرب يعني مش قادر يستنى يعني انه قاعد على صفيح ساخن فبده يعني يا بينجح يا بيفشل يعني عمليا هو مد... يعني هاي الورقه الاخيره بده الرجل 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 امامه لين بيبقى امامه الا خيار واحد انه يرحل يعني يرحل من سواء من خلال المبادرة الخليجية أو يرحل تحت ضغط الثوار م. في اليمن فهو الأفشل المبادرة الخليجية الآن يعني بقول لك طيب خلينا نفجر حرب أهلية م. وهذا إذا بقيت هيني بقيت إذا ما بقيت يعني بفرض شروطي حتى آخر لحظة أو بيحصل تقسيم يعني اليمن. مقامرة مقامرة مستقبل مقامرة, خطيرة جدا طبعا باري على الجانب الآخر الخليجيين يعني والأمريكان هل يعني خلاص حسموا موقفهم من علي عبد الله صالح أنه يجب أن يرحل السعودية كان بالفترة والأخرى كانت يعني دولة آه تهرت مصر على دعم الرجل وبقائه يعني افضل من حالة الفوضى يعني إذا إذا لاحظ للأسف يعني دول الخليج و... والولايات المتحدة الأمريكية والغرب غير مهتم باليمن م. وغير مهتم ب... 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 بالتغيير في اليمن لسبب بسيط لأنه اليمن ما فيش فيه نفط م. عمليًا أنت لاحظ مثلًا فرض عقوبات على الرئيس السوري بشار الأسد وفرض عقوبات على سوريا كويس فرض عقوبات على العقيد الليبي معمر القذافي واوكامبو تاع المحكمة الدولية لجرائم الحرب اصدر امر باعتقال القذافي واولاده واصدر امر يعني قريب باعتقال الرئيس البشير لكن لم يصدر امر على الاطلاق باعتقال الرئيس علي عبد الله صالح مثلا دول الثمانية قمة الثمانية اليوم قالت نظام لي غير شرعي ما قالتش نظام اليمن غير شرعي مثلا هي كانت الخبر الولايات المتحدة وفرنسا <applause> ناشدت على عبد الله صالح الرحيل يعني اه طبعا ناشد غير طب ما في يعني عمليا حتى هذه اللحظة لم يصدر أي قرار في حق الرئيس علي عبد الله صالح مم. لم تصدر أي عقوبات بحق الرئيس علي عبد الله صالح طب إيش معنى هاي يعني معنى إنه الرجل يعني مبسوطين منه والرجل ما بدهم اياه يمشي ما بدهم الشعب اليمني ينتصر مم. وهم بيحاولوا براوغوا بهذا القصة طب يعني في مراوغة باري من يعني ظهور الخلايا النائمة إلى القاعدة في اليمن كان حديث كبير انه اغلب يعني قاده القاعده سواء في يعني في افغانستان او في مناطق اخرى هم من اصول يمنيه مش خايفين لا. الغرب من القاعده يعني تعود انه في اليمن هي القاعده موجوده، يعني مم. القاعده لا تريد العوده لليمن، القاعده موجوده في اليمن، يعني مم. قياده القاعده في الجزيره العربيه اللي هو ناصر لوحيشي وين موجود؟ موجود في 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 اليمن، مم. آه انور العولقي ابرز المرشحين لقياده القاعده وخليفه الشيخ اسامه بن لادن وين موجود؟ موجود في مم. شبوه في اليمن، فعمل القاعده موجوده في اليمن، والقاعده نشطه جدا في اليمن. والغرب يعني يعني تعاون مع الرئيس علي عبد الله صالح ضد القاعده، وهم مم. ربما يعني يريدون ان يستمر حتى يستمر في محاربه القاعده وفق منظورهم هم، لكن هو كان يضحك عليهم الرئيس مم. اصلا كمان، يعني هذا الرئيس يعني يعني بيلعب بالبيضه والحجر زي ما بيقولوا عندنا، يعني مم. الان انا اللي شايفه انه ربما يشق قبيله الاحمر، يعني الان الخطر انه قبيله الاحمر قبائل حاشد تشق يصير فيها انشقاق، ناس مم. مع الرئيس وناس مع الصادق مم. الاحمر. ايضا المشكله ربما يعني يصير في تحالفات قبليه، يلعب على العنصر القبلي، يحاول هو انه يتحالف مع قبيله بكيل مثلا او جزء من حاشد وهكذا، يعني مم. هذا الرجل يعني لن يذهب بسهوله، يعني لن يذهب بسهوله، مم. يعني مم. رد على بعد ما جمد الم الخليجيون مبادراتهم قال لك انه احنا لا لازم انتخابات مبكره، ياخذوها مني بطرق دستوريه، يعني مم. يعني حتى هذه اللحظه استطاع ان يكسب اكثر من ثلاث اشهر. مم. يعني هل خلص زيتو او خلص خلص كازو زي بيقولوا هل الان مثلا طيب يعني ال الاحمر وقبائل حاشد حتفرض عليه انه يرحل هل أه. يستطيع ام هو يستطيع يعمل مناوره ويشق القبائل مثلا ويفجر حرب اهليه وهو عنده الدبابات وعنده الصواريخ وعنده أه. المدفعيه وخاض حرب الانقسام عام 1994 واستطاع ان ينتصر عليها فعمليا يعني ما ايش ايش في جعبته تخلص ما بعرف طيب يعني آه باري هو كان اهم ما ميز <applause> الثوره اليمنيه سلميه الثوره اللي حافظوا عليها الشباب هل يعني ممكن أن يخسر اليمنيين هذه الميزة للثورة، وممكن أن ينجح صالح في دفعهم هو نحو الاقتتال، يعني القبائل ضابطة نفسها حتى الآن. هو الآن يدفعهم لل... يعني هو علي عبد الله صالح يعني يعتقد أنه لو حولها من ثورة سلمية لثورة مسلحة هو ينتصر لأنه يملك اليد العليا، م. بصير يقول أنه هذا تمرد عسكري وأنا بواجه هذا التمرد العسكري أو انقلاب عسكري وأنا أواجه هذا الانقلاب العسكري، م. فهو يسعى من أجل ذلك، يعني تعمدوا قصف بيت الأحمر، م. يعني هذا إعلان حرب، إعلان حرب أهلية. على على خصومه وخاصه على آل الاحمر هل سينجروا؟ اذا انجروا مصيبه لانه في اليمن في يعني ملايين القطع السلاح، الشعب اليمني يعني السلاح بالنسبه له رمز رجوله ورمز كرامه ورمز دفاع عن نفسه والشعب اليمني شعب مقاتل وشعب شرس يعني من من انبل الشعوب العربيه واكثرها شراسه في القتال، يعني ولا, ولا ينسى حقه ولا ينسى ثاره، يعني هذه المشكله اذا الرئيس جرهم الى هذه المساله يعني اليمن ستشهد حمامات دماء وان شاء الله لا يستجيب الشعب اليمني لمصيده الحرب الاهليه. تمام، وقبلنا استاذ باري عطوان فاصل قصير فقط مشاهدي الكرام، فاصل نعاود بعده الاطلاع على اخر تطورات الشان السوري وكذلك الاوضاع في ليبيا فلا تذهبوا بعيدا. <applause> من جديد أهلا بكم مشاهدي الكرام إلى سوريا حيث خرجت مظاهرات اليوم بمدن سوريا عدة استجابة لدعوة النشطاء للتظاهر فيما أطلقوا عليه جمعة حماية الديار تكريبا للجيش السوري ودعوة له للانضمام للاحتجاجات المنادية بإسقاط نظام الرئيس بشار الأسد وواجهت قوات الأمن العديد من تلك المظاهرات بالرصاص الحي وسقط العشرات من القتلى ولكن لم يتم الإحصاء رسمي لعدد الضحايا اذا الشان السوري اعود ومجددا وارحب بضيفي الاستاذ عبد الباري عطوان استاذ عبد الباري مرحبا بك من جديد سوريا والجدل حول موقف الجيش لماذا الجيش حتى الان ينصاع لقرار القياده السياسيه بالمواجهه يعني واطلاق الرصاص يعني الجيش السوري مختلف في تركيبته عن عن الجيوش العربيه الاخرى الجيش السوري ما زال حتى هذه اللحظه ملتف حول النظام <applause> ربما يعني قيادات هذه الجيش اصلا يعني هي معظمها يعني جرى اختيارها بعنايه من قبل النظام بحيث انها تكون حريصه على دعم النظام وحمايته فيعني <applause> الجيش السوري يختلف عن الجيش المصري يختلف <applause> عن الجيش التونسي يعني هذا الجيش السوري تركيب جزء يعني. من النظام طبعا تركيب جزء من النظام يعني الجيش في مصر هو لمصر مثلا، الجيش في تونس هو لتونس، الجيش في سوريا هو جيش للنظام يعني اكثر منه جيش للبلد وعلى هذا الاساس جرى تركيبته فعمليا عمليا ما حصل انه الجيش ينحاز ضد مثلا ضد النظام ولمصلحه الشعب زي ما حصل في مصر وزي ما حصل في تونس حتى الان يعني ما بعرف اذا كان يتطور في المستقبل او لا يعني هذه مسألة آه بس حتى استاذ <applause> مصر كان يعني يعني كان الكثير آه في البداية محبطين يعني من الجيش وقالوا مم. انه كان وزير الدفاع الطنطاوي 30 سنة هو جنب مبارك مم. وانه مبارك نجح في تدجين القادة والالوية والقيادات العليا لكن مم. وقت الحسم اتخذ آه موقف يعني مختلف في الجيش المصري يعني يعني ما أدرك الجيش المصري انه آه يعني يعني ملايين خرجت في القاهرة مم. يعني كل 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 مصر خرجت يعني مم. واصبح انه الجيش امام عنده حل واحد انه هو يتدخل ويطلب من الرئيس اللي رفضه شعبه ان ان يمشي وان يرحل يعني آه هذه هي اللي حصل حتى رغم اللي مصارت القمع والقتل والتغول يعني التغول الامني والبوليسي في مصر الا انه الملايين ظلت تخرج في الشوارع في سوريا يعني الحال في مظاهرات طبعا لكن مش بالضخامه مثلا اللي صارت في 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 مصر, في مصر. مثلا حلب لم تخرج حتى الان وحلب المدينه الرئيسيه الثانيه مثلا، دمشق لم تخرج كل دمشق مثلا في في المظاهرات هل خوفا م. او عدم قناعه لا نعرف يعني، فعمليا هاي كمان يعني عامل مهم جدا يعني البرجوازيه السوريه لم تتحرك، البرجوازيه السوريه ما زالت متحالفه مع النظام م. اللي هم طبقه التجار خاصه في الشام وخاصه في حلب، يعني وفي بعض جوانب من إدلب. يعني وبعض في اللاذقيه مثلا، فهذه ربما يعني احنا بنحكي بشكل موضوعي الان م. بنحلل يعني ما هو المشكله الناس يا اخي لما تيجي انت تحكي بشكل موضوعي بيقول لك آه. فعمليا هي والنظام ما زال مصر على حلول الامنيه، النظام م. يعني متغول يعني يعني مشكله انه احنا يعني كل يوم جمعه عندنا عندنا مجازر، طيب يا اخي دخيل الله بدنا جمعه بدون قتل طيب يعني بدنا جمعه بدنا جمعه بدون مم. بدون قتل قتلة وشهداء، وبدنا سبت بدون جنازات، طيب. يعني احنا صار عندنا كابوس اسمه يوم الجمعه في سوريا، صار عندنا كابوس اسمه يوم السبت في سوريا، طيب يعني صار يوم الجمعه في يعني في قتلى في وفي شهداء، ويوم السبت في جنازات وفي شهداء في مواجهه هذا الوضع <applause> القبضه الامنيه والضرب بيد من حديد التي يقوم مم. بها نظام السوري يعني ثمة تحالف دولي مشروع دولي يصاغ الان في اروقه الدوليه لادانه النظام لفرض عقوبات يعني الا يمكن يعني هذا النظام ان يعيد ويراجع حساباته خشيه يعني من عزله ما تفصله ما هي الم... يعني م... نهائيا ما هي المشكله يا اخي المشكله يعني هذا النظام لا يستمع لنصائح حتى اقرب الناس المقربين اليه يعني لما بيجي وليد جنبلاط ويقول له يا اخي يجب ان يتم إصلاحه وبسرعه لما بيجي رجب طيب اردوغان اللي اقاموا معاه منطقه حره واللي فتحوا الحدود والتنقل بالبطاقه له يا اخي لازم تعمل اصلاحات وسريعه بقول لك لا تهدى الامور بعدين بعمل اصلاح طب ما هو يعني كمان هي يعني في هنا في في عمليه حتى يعني يعني عناد وعناد غير مبرر على الاطلاق طب يا اخي بيض هالسجون افرج عن الناس خليهم يروحوا يعني خليهم يروحوا على بيوتهم اعطي الناس اعطي الناس يعني مؤشرات على انه في هناك نوايا جديه بالاصلاح يعني يعني مش معقولة طب يا أخي اصلح لنا الإذاعة والتلفزيون خلي الناس يا أخي نشوف مثلا وجهة نظر أخرى في الإذاعة والتلفزيون السوري مثلا حتى نصدق أنه في قانون إعلام جديد وأنه هذا قانون إعلام جديد بده يفتح الحريات وبده يخلي الناس تعبر عن نفسها بشكل كويس يعني هذا المطلوب يعني الناس من حقها أنها تتأكد أنه في مؤشرات للإصلاح حتى هذه اللحظة يوجد كلام لا بس لا توجد مؤشرات يعني في المقابل أيضا في نصائح للنظام بأنه يعني يصلح بأنه يحسن بأنه يخفف من القبضه الامنيه لكن في الجهه المقابله في نصائح لنظام بالسير والمضي على هذه الحاله يعني كان في يعني كثير من الردود الافعال على خطاب الامين العام لحزب الله مم. الشيخ حسن نصر الله آه. والذي خرج وقال انه على السوريين الحفاظ على نظامهم مم. ودعم مم. هذا النظام مم. في المقابل لكن الرجل لم يدعو نظام الى التخفيف من قبضته الامنيه يعني يعني آه يعني انا تمنيت على السيد حسن نصر الله مم. انه ينصح الرئيس بشار الاسد تمنيت ان يقول له لا يجب ان تبادر بالاصلاح فورا، يجب ان تكف الاجهزه الامنيه عن الشعب، يجب ان يعني يعني انه احنا نخف مع هذا الشعب المسكين لانه مطالبه مشروعه، لكن في نفس الوقت والله نريد نحافظ على سوريا وعلى استقرار سوريا وعلى امن سوريا الممانعه وعلى امن سوريا المقاومه، لكن يعني السيد حسن نصر الله حقيقه يعني ربما يكون خيب اراء كثيرين يعني انه طب يعني انت مطلوب منك انت كقائد مقاومه وانت رجل وانا والله من محبين الشيخ والسيد حسن نصر الله، انا من محبينه ومن من وما زلت وساظل هذا الرجل اللي صمد في وجه الاحتلال الاسرائيلي، هذا الرجل اللي حقق لنا انتصار مشرف على اسرائيل في صيف 2006، هذا الرجل اللي حرر الجنوب اللبناني وليس بالمفاوضات المذله زي ما احنا بنعمل كفلسطينيين، لا من خلال المقاومه، والا والله لولا لو المقاومه يمكن الان اسرائيل عملت مستوطنات في في جنوب لبنان زي ما عملت مستوطنات في الجولان زي ما عملت مستوطنات في الضفه الغربيه وفي قطاع غزه فهذا كله كريدت هذا كله يعني يحسب للسيد حسن نصر الله بس كمان يعني كنا نتمنى انت م. يا سيد حسن نصر الله ايدت الثوره في البحرين ووقفت معها والمت الاخرين انهم مين يقفوا مع هذه الثوره، طيب يعني هذا الشعب السوري كمان هو هو شعب عربي وشعب مسلم وشعب محب لك ومحب لثورتك ومحب لانتصارك، يا اخي انصح الرئيس قل له يا اخي لازم يصير في اصلاحات، يا اخي ابدي شويه تعاطف مع هذا ش... مع, مع الشهداء اللي سقطوا من اجل مطالب، انا يعني كتبت في التحيه قلت يا سيد حسن نصر الله ارجوك طالب بالسوريين بما تتمتع م. به انت من ديمقراطيه في لبنان انت يا سيد حسن نصر الله الان عندك نواب في البرلمان اللبناني وعندك وزراء في الحكومه اللبنانيه يعني طب هذا يعني يا يا ريت نشوف نواب للمعارضه في البرلمان اللبناني في البرلمان السوري نواب وزراء للمعارضه في الحكومه السوريه في ظل تعدديه زي التعدديه اللي في لبنان انت عندك في لبنان بلد حضاري ورغم ذلك في مقاومه وفي اصرار على التمسك بسلاح المقاومه كمان في سوريا يكون في تعدديه يكون في انتخابات ويكون في مقاومه ايضا والتمسك بسلاح المقاومه يعني كنت اتمنى يا سيدي كنت اتمنى على السيد حسن نصر الله كمان ان يعارض التدخل الاجنبي في ليبيا انت صحيح عندكم القذافي قتل قذافي مجرم والقذافي قاتل والقذافي فاسد والقذافي وانا احكي عنه اكثر في اللامه لكن 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 طيب في تدخل اجنبي في ليبيا انت باعتبارك ضد التدخل الاجنبي لم يحكي كلمه عن ليبيا هو رجل كمان يعني يعني انا كنت اتمنى انا لو انا كاتب خطابات السيد حسن نصر الله لا قلت له انه يجب ان تتناول هذه النقاط حسن نصر الله حتى نفس الشيء في اليمن يعني هو ينتقد هو ينتقد معه حق ينتقد الاخرين انهم موقفوا مع الثوره في البحرين طيب يا اخي كمان الاخرين بينتقدوك يا سيد حسن نصر الله، لكن انت موقفك كمان مع الثوره في سوريا خطابه كان عليه من كثير من المعارضين من الانتقادات يعني لشكله او كما اشرت لفرزه للثورات بينما يدعم بحرين يرفضها في سوريا، لكن استاذ من صديقك من, من, نعم. من صدقك القول موقف يعني وليس من موقف الشيخ حسن نصر الله في مواقف يعني هو ليس حسن نصر الله لوحده، كثير من الكتاب من الصحفيين من من دعموا وبشروا بسقوط هذه الانظمه الدكتاتوريه دعموها في مصر لكن في سوريا قالوا انها مؤامره يعني وانه يجب يعني يعني كمان انت بدك بدك اه اه تشوف الزاويه يعني من 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 وجهتيها مش من وجهه واحده. يعني كمان الناس ما بينسوا لسوريا يعني لولا يعني دعم سوريا لحزب الله ما انتصر حزب الله في حرب صيف 2006، يعني هذه هذه حقيقه، يعني بيشوفوا سوريا طب ما هي سوريا كمان يعني هو هذا النظام هو اللي حارب سنه 73 مثلا، هو اللي دعم المقاومه، ففي ناس بتشوف من الجهتين بس ما بتشوف، كمان في ناس خايفه يعني يعني في ناس ترفض التدخل الاجنبي وانا واحد منهم مثلا انا برفض يعني ما هم شافوا كيف التدخل الاجنبي في ليبيا كيف يعني حقيقه تم سلب الثوره الليبيه من براءتها ومن طهارتها من خلال اللي هو التدخل الاجنبي كمان بخافوا يصير في تدخل اجنبي في في سوريا بطريقه او باخرى يعني فبدك احنا لازم نتفهم بعض يعني لازم احنا ما نكونش احادي واحاديين في في نظرتنا جانب. لبعض بعضنا البعض يجب ان نتفهم يعني نكون احنا ديمقراطيين حقيقه مش اقول احنا بنطالب بالديمقراطيه في سوريا مثلا ونخون الاخرين اللي مش مع الثوره الشعبيه اللي هي الان يقولك في سوريا لك لا تستقيم يعني استبداد آه. مع عرفت مقاومه كيف لا يعني. ان تستقيم يعني معاهم يعني يعني ومقاومه يعني معهم حق كل واحد عنده وجهه نظر وهذه وجهه النظر يجب ان تحترم ولا يجب ان تخون يعني هذه الحقيقة اللي احنا لازم نآمن فيها، إذا احنا بدنا ديمقراطية وتعددية، يعني ليش ما ليش ما يكون ليش ما نحترم وجهتين النظر؟ وجهة النظر اللي بتأيد المقاومة وبتأيد الثورة، وجهة النظر كمان اللي بتأيد بعض أطروحات النظام، طبعاً لكن احنا متفقين على شيء أساسي، لازم تكون هناك إصلاح، يعني هذا الزمن اللي البوليس يعني اليوم والله العظيم اليوم، أنا قرأت سليمان الخالدي اللي هو بيحكي روايته لما اعتقله أربعة أيام، تخيل أربعة أيام وكاتب هو مراسل رويتر في درعا واعتقلت ال... يا اخي في سوريا يا اخي والله العظيم اني اني والله اتمنى الرئيس بشار الاسد يقرا هذه ال... هذه الشهاده من صحفي اردني كان بغطي وفي رويتر يتمنى ال... الاهانات والسحق وال... والض... بالكهرباء والناس اللي مشابحينهم في الحيط ومعلقينهم وال... و... طب يا اخي يا 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 رئيس بشار معقوله صحفي يا اخي صح حتى يا اخي والله من الغباء انك مم. انت تعتقل صحفي وتعذبه لانه هذا بده يفضحك يكتب عنك يا اخي انت محتاج اصدقاء انت محتاج انه انه فيش فايده يعني يعني هذا في عمليه اصرار على انه نعيش احنا في العصر الحجري عمليه تعذيب للناس عمليه قتل للناس يا اخي ما بيصير هذا الكلام يعني اذا انت بدك تفتح صفحه دي اذا صحفي من رويتر وكاله اجنبيه وجاي بغطي ومش عاجبهم تغطيته للاحداث بيهنوه بي 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 يعني طب بحكون هذا الكلام طب كيف الشعب السوري دانس درسنا ننتقل الى الموضوع الليبي هو اصلا كلامك ايضا يدعم في ضغوطات على كثير من المتابعين المقدمين من المحررين السوريين العاملين في المؤسسات الاعلاميه للاستقاله يعني يا اخي ليش يستقيلوا ليش مم. يستقيلوا يا اخي اذا, إذا النظام السوري بيتحدث عن ديمقراطيه وبيتحدث عن تعدديه وعن دستور جديد وبيتحدث عن قانون جديد للاعلام طب يا اخي ليش بيضغط على الاعلاميين السوريين بيشتغلوا برا انهم يستقيلوا مم. لا بالعكس خليهم يا اخي احنا بدنا تعدديه اعلاميه احنا بدنا الجزيره وبدنا العربيه وبدنا دنيا وبدنا حتى الجماهيريه اللي بي... بدنا كل الاذاعات من حقنا احنا نشوف يعني احنا مم. لازم نطالب اذا احنا بدنا نغير المنطقه لازم نطالب بالحريات الاعلاميه جنبا الى جنب مع الحريات السياسيه فهذا انت مش بتحمل مذيعه في قناه الجزيره او مذيع في قناه الجزيره طب كيف بدك تتحمل ديمقراطيه وتعدديه واحزاب وبرلمان بيناقشوا وبيجادلوا وبتصدروا للوزراء وبطلبوا محاسبتهم م. يا جماعه يعني يعني الله عرفوه بالعقل يعني لازم احنا نقدم نقدم شهاده حقيقيه لازم م. النظام في سوريا يقدم يعني اجراءات حقيقيه تؤكد نواياه تجاه الاصلاح لكن لما بيروح بيضغط على مذيع أنه تستقيل او بيضغط على مذيع انه يستقيل هذا لا يعني هذا هذا يعني لا يطمئننا صراحه طيب ظل عندنا يعني استاذ البرس <applause> دقائق دعنا نفردها لليبيا مشهدية في ليبيا قال الرئيس الامريكي باراك اوباما ان الولايات المتحده وفرنسا على اتفاق كامل بضروره استمرار التدخل الذي يقوده حلف شمال الاطلسي في ليبيا الى ان تنتهي الازمه ويرحل العقيد الليبي معمر القذافي وقال اوباما بعد لقائه ومحادثاته مع نظيره الفرنسي نيكولاس أركوزي أثناء قمة مجموعة الثمانية السنوية في بلدة دوفيل الساحلية <applause> عفوا الفرنسية قال أن القذافي <applause> عفوا يجب أن <applause> يترك البلاد وأن يرحل صحة حتى صحة. تسلم على سيد القذافي حتى ونقرأ <applause> خبر القذافي يا أخي يعني في الزور واقف في زورنا والله والله واقف في زورنا شكله له خطية اه طيب سأل بارد عن خمس دقائق موضوع القذافي هل <applause> النظام في ساعاته الأخيرة الآن؟ يعني انا تقديري نعم لانه النظام اولا يعني يعني يا اخي هذه الانظمه الدكتاتوريه يعني حتى حتى يعني يعني لا تحسب للحظه تاريخيه زي هذا يعني هذا الرجل اللي عنده مليارات كان جالس على 200 مليار دولار يا اخي شوف جيشه شوف دفاعاته يا اخي ما هو لم يسقط طائره واحده يا اخي القاعده في افغانستان اسقطوا طائرات امريكيه اباتشي اسقطوا طائرات عموديه يعني شيء غريب هذا النظام لم يستطع اسقاط طائره واحده طب انت الفلوس هذه بتاعت الشعب الليبي وين وديتها مم. وين وين بدي اعرف وين وديتها وين وين صرفتها انت هذه المليارات مئات المليارات اللي دخلت على ليبيا لا عملت بنى تحتيه لا عملت جيش لا عملت امن لا عملت انجازات لا عملت تعليم لا عملت صحه طب طب يا سيدي وانت عقيد وعسكري وعملت انقلاب عسكري طب حتى مش عامل جيش كويس مش شاري اسلحه دفاعات كويسه اللي قاعدين بيضربوا العزيزين مش عارف تدافع عن نفسك بحقوله طب هذا هذا بس سبب لوحده انه يسقط قسما بالله يعني هذه هذه ماساه الان طبعا في 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 تطور رهيب جدا حصل، مم. هذا التطور انه حلف الناتو الاجتماع الاجتماع القوة الاقتصادية قالوا خلاص إن إن آه. إن انه هذا نظام غير شرعي في حتى روسيا روسيا قالت روسيا اللي المفروض هي حليفة القذافي واللي اعطاها عقود نفط واعطاها عقود تسليح، حتى هذا قالت انه في اجتماع الجي 8 انه هذا نظام غير شرعي ويجب ان يرحل يعني في اجماع الان في اجماع دولي, يعني على, رحيل فيه جمع دولي على رحيله، يعني مم. الان اصبح اصبح هو فعلا مش في الربع ساعة الاخير، يعني في الخمس دقائق الاخيرة، مم. يعني فعمليا بعدين رجل وطارد يعني وين ما يروح الان ما هو موسى كوسا حتى اوريك انه يا شيخ حتى حتى في اختيار في اختيار رجالهم هاي تفضل اختار موسى كوسا وأربعين سنه في خدمته وحطوا رئيس المخابرات مين الان سمع. اللي بيعطي حلف الناتو الخرائط وين وين متخبي القذافي وين وين هو هذا هذا زلمته حتى فاشلين في اختيار الرجال لأنهم لا يختاروا الرجال الاكفاء يختاروا الرجال الهمل حقيقه فاك. يعني هذا يعني الان بدلهم بعطيهم خرائط كامله لا وين يضربوا وين يقصفوا وين يقتلوا وين يعني عمليا شوف هذه المشكله فانا في تقديري يعني النظام يعني كان اكرم له م. أن أن يرحل، كان أكرم له أن أن يغادر ويخلي تسوية سياسية في البلد، خلص م. أنه للأسف مع هذا نظام بلا أصدقاء، ما عندوش أي صديق على الإطلاق. وأرسل أرسل الأستاذ باري أرسل لرئيس الحكومة الليبية بغدادي المحمودي أرسله إلى لإجراء محادثات يعني كان م. في رسائل منه للأفارقة ورسائل منه لا م. اعتقد لاستراليا ايضا مم. يعني هل في الان مجال للحوار يفضي الى بقاء القذافي مع وقف العنف يعني ولا انتهى يعني انا في تقديري ما من هم حول القذافي الان وصلوا الى قناعه بانه يجب ان يرحل وأنهم يجب أن ينخرطوا في مفاوضات مع الطرف الآخر وأن يصلوا إلى تسوية سياسية يعني بمعنى أنه يصير في انتخابات في تصير تقاسم للسلطة يصير في مرحلة انتقالية أنا في تقديري هذه الرسائل اللي برسلها القذافي اللي أرسلها لإسبانيا من خلال البغدادي المحمودي وزير رئيس وزرائه إن, إن, يذهب إلى هناك ويتوصل أنه عرض وقف اطلاق النار يعني طالما يبدأ يطلب عرض وقف اطلاق النار يعني. يعني أنا في تقديري يعني أدرك بأن انه يعني ايامه معدوده في السلطه م. وانه في عليه ضغوط داخليه ضغوط حتى من جماعته من, من الدائره المحيطه فيه انه انه يجب ان ان, أن يرحل لانه يا اخي ايش بدي حارب يعني تلاحظ ما حد يعني هذا النظام لا احد معه يعني بدي حارب الناتو بدي حارب اللي هي أقوى, اقوى حلف في العالم الان والان بريطانيا قررت ترسل طائرات أباتشي الى ليبيا فرنسا قررت ترسل طائرات أباتشي الى ليبيا وهو زي ما قلت ما عندوش شيء للاسف للاسف هذا الرجل يعني يعني انا يعني كنت م. اتمنى ان يقاوم اتمنى يا اخي بس على الاقل يسقط له كم طياره وبعدين يموت ويروح نقول والله يا اخي صمد يعني شويه على الاقل طبعا طيب. هل ما بعد دهية. هل ما بعد القذافي عبد باري في تخوف من انقسام ليبيا الى قسمين بنغازي وجماعتها يعني ونظامها وطرابلس م. ونظامها يعني خاصة مع انه في دعم كبير يعني للمجتمع الدولي للوضع يعني في تونس يعني هو كمان المجلس الانتقالي الليبي يعني سيواجه مشكلة كبيرة يعني بعد إذا حتى لو سقط نظام القذافي ومشي يعني كيف بده يتعاون مع مع الآخرين يعني أكيد اللي في طرابلس واللي في الزاوية واللي في سبها واللي في الكفرة واللي في كل المناطق الليبية الثانية واللي في سرت واللي في الخمس هذه ترهون المدن اللي اللي لحتى الآن يعني مضلت على الأقل الهادئة، يعني هؤلاء الناس كمان بدهم يقولوا تعالوا يعني احنا كمان بدنا ش... بدنا نصيبنا في الحكم، مم. وبدنا احنا عندنا كمان تحفظات عليكم كمان يعني، يعني عمليا يعني بده يصير في مفاوضات وبده يصير في مشاورات وبده يصير في كمان فتح ملفات وبده يصير يعني في حسابات بشكل او باخر، مم. يعني لا نعرف يعني اذا راح الق... طب الان القصف كله لانه بسبب القذافي، طب لو راح القذافي مثلا يعني واجوا ناس قالوا لا والله احنا ما بنقبل مثلا باملاءات النيتو على افتراض مثلا، طيب بنت القذافي هي سقط نظام القذافي احنا ما بدناش قوات اجنبيه في عرضنا وبدناش النيتو يقرر مين حكومتنا وبدناش النيتو يقرر لنا مين رئيسنا لا احنا بدناش هذا الكلام وبدنا بدنا يعني احنا ندير بلدنا مثلا بشكل <ممم>. او باخر طب مين بيمنعهم هذول الليبيين كمان يعني هل الليبيين مع معنيته مع هذول يعني هم الاخيار واللي مش مع هم الاشرار مثلا لا هذا ليبي وهذا ليبي فعمليا يعني لا احد يستطيع ان يتنبا بالمستقبل لكن احنا بدنا طبعا بدنا ليبيا تعدديه ديمقراطيه فيها حقوق الانسان، فيها حريات، فيها نظام مستقل، بس انا خايف انا والله العظيم خايف، يعني تخيل يعني 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 ما طب انتم بتعملوا ديمقراطيه، كويس جميل جدا، واحنا معاكم، طيب يا اخي بدنا نشوف الراي الاخر يا اخي بدنا نعرف ايش بصير ممنوع نعرف ايش بصير في طرابلس لا اذا قتلوا ناس بقول لك لا ما قتلوش ناس يا اخي طب ما هذول الليبيين اللي قتلوا من حقنا احنا كعرب ومسلمين كمان انه نتعاطف مع هذول الناس اللي, م. اللي بيقتلوا بلاش مش اللي بيقاتلوا اللي بيقتلوا نعرف م. نعرف ايش ايش اللي بصير معاهم خلينا نسمع وجهه نظر خلينا خلينا نشوف ايش بصير يعني حتى مش يعني فضائيه م. القذافي الاسوء في التاريخ يعني اذا بدك تتفرج على التخلف الاعلامي في ابشع صوره بتتفرج على فضائيه القذافي حتى هذه سكروها طب خلونا نشوف التخلف خلونا نشوف التخلف يعني كيف نحكي عن تعددية وديمقراطية ومش عارفين نشوف إذاعة فاشلة ومحطة فاشلة وفيها هذا الناس دجالين يا أخي مش معقولة يعني لازم إحنا يعني لازم نضرب مثل في الديمقراطية وفي الاستماع للرأي الآخر واحترام الرأي الآخر إذا كنا إحنا جادين في ذلك شكرا جزيلا عبد أبريل عطوان رئيس تحرير جريدة القدس العربي شكرا على هذا التحليل وهذه المشاركة مشاهدينا الكرام الشكر لكم أيضا انتهت حلقة اليوم من أضواء الأحداث إلى حلقة قادمة لتحياتي والفريق العامل دمتم دوما في رعاية الله